الوطن هو الحب الوحيد الخالي من الشوائب، حب مزروع في قلوبنا ولم يصنع، أمنه واستقراره غاية ومقصد. هنا جنود أجلاء يحرصونه ويضحون بالغالي والنفيس فداء لترابه. فالوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات. المكان يطلق عليه اسم شبه قطاع الفارسية، وحدة من الوحدات المرابطة على طول الحزام الأمني الممتد على أكثر من 2400 كيلومتر، يضمن سلامة وطن ويؤمن مناطقه الجنوبية. المهمة اللي على العاتق ديالنا هي الدفاع على هذه القطعة من التراب الوطني. أما فيما يخص الجنود فعندهم واحد المعنويات عالية وكيؤديوا المهام ديالهم في الحزام الأمني بافتخار وتفاني ونكران الذات، وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد أعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. شيد الحزام الأمني على مراحل متعددة انطلقت عام 1980، ساهم في محاصرة مناوشات نظمتها جماعات انفصالية بدعم خارجي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كان وسيلة ناجعة ولا يزال اليوم وسيلة مهمة في رصد كل عناصر التشويش. تطور وبات جهازاً دفاعياً متكاملاً تنتشر به وحدات مختلفة ونقاط ارتكاز عديدة. المهمة الرئيسية ديال الفوج هي التدخل السريع لفائدة الوحدات المتمركزة على طول الجدار الأمني، وذلك من أجل رد أو صد أي خطر يهدد الوحدة الترابية. كاينين مهام أخرى اللي كيقوم بها الفوج، ومنها تصدي لظاهرة التهريب والهجرة السرية. ومن بين الأنشطة اليومية اللي كيقوم بها الجندي في الوحدة هي عمليات تمشيط للمنطقة التابعة فوج أول، وكذلك دوريات مراقبة على طول الحزام الأمني سواء بالليل سواء بالنهار. ومن أجل إنجاح المهام هذه الفوج كيتوفر على جنود ذوي كفاءات عالية وكذلك معدات متنوعة جد متطورة. رصد ومراقبة، هذه واحدة من العمليات التي يقوم بها الجنود المرابطون على الجدار الأمني بالليل وبالنهار وبوسائل وطرق مختلفة. هدفها تأمين الأراضي المغربية. في الصفوف الأمامية جنود منتشرون نذروا أرواحهم للوطن، عقيدتهم حماية البلاد من كل خطر داهم أو عدو متربص. أنا هنا في الحراسة كان حضي التيران ديالي، أي حاجة زادت في التيران كان روندي بها المسؤول. هي الشرف أنني كنضم القوات المسلحة الملكية وكندافع على الوطن ديالي، وندافع على الوطن ديالي بالغالي والنفيس. أنا هنا ندوز 13 عام في هذا الفوج هذا وحافظ التيران ديالي مزيان. هؤلاء الجنود هم جزء من جهاز متطور لوجستيكياً بقدرات عالية وأسلحة متنوعة، المدفعية هي واحدة منها. المهمة الرئيسية ديالنا كتجلى في تقديم الدعم للوحدات اللي كاينه في الخط الأمامي. من غير المهمة الرئيسية عندنا المهمة ديال الحراسة 24 ساعة على 24 ديال البطارية ديالنا. الجنود اللي ما تيكونوش مكلفين بالحراسة ديال البطارية تيقوموا بمجموعة ديال واحد مجموعة ديال زاكتيفيتي ديال انترينمون و ديال انستركسيون،
وكيقوموا بالصيانه ديال العتاد، وكذلك انشطه رياضيه سواء كتكون فرديه ولا جماعيه. وكما كتشوفوا الحمد لله حنا متوفر لنا جميع الامكانيات باش نؤديوا المهام ديالنا بكل اخلاص وتفاني وباحسن الظروف ان شاء الله. فريق متكامل يربطه تواصل مستمر لتأدية المهمة المرصودة له بشكل دقيق، فمثلاً ضربات المدفعية تحكمها توجيهات مراقب خاص. المهمة ديالي هنا كتكمن في جوج ديال المحاور أساسية. أولاً رصد المعلومات المتعلقة بأي تحرك داخل منطقة اللي مسؤولة عليها الوحدة ديالي. ثانياً توجيه عناصر المدفعية للتعامل مع هذه الأهداف المرصودة. وفي هذا الإطار كنتوفر على المعدات اللازمة للقيام بالمهمة ديالي على أتمم وجه سواء بالليل أو النهار. داخل الوحدات مصالح لوجستيكية تنتشر على طول الخط، تزود باقي العناصر بكل ما تحتاجه، وتهتم أيضاً بالإصلاحات الضرورية لكل ما هو لازم. هنا الآن في مقر مصالح تقنية لوجستيكية اللي كتوفر عدة مصالح، منها مصلحة لوجستيك مكلفة بتزويد الوحدات الفرعية المرابطة في الخطوط الأمامية بالتغطية وبالدخائر وايضا بالمحروقات. اما بالنسبه للمصالح التقنيه فهي كتكون من عده ورشات، منها ورشه الميكانيك، ورشه الكهرباء، وايضا ورشه غير الزيوت والشحوم، ايضا ورشه الحداده، وورشه ورشه اداريه، وايضا ورشه الفركنه واصلاح الاطارات. بشكل دوري يتم تزويد الجنود المرابطين على الحدود بكل ما يحتاجونه من المواد الغذائية، وهم يتكلفون بإعداد كل احتياجاتهم الخاصة. تجدهم منظمين في مجموعات يصطلحون عليها العشرة أي الرفقة، وتجمعهم بيوت يسمونها تشابولا. زرنا واحداً من تلك البيوت فكان في تعدد وتنوع قاطنيه شبيهاً بالوطن الذي يجمعهم حبه. بحكم أنا جندي من القوات المسلحة الملكية كنرحب بكم بصفة عامة نوبة على القنونيل ديالنا، كنرحب بكم بصفة عامة من الأول إلى التالي، وخيرت بكم مرة ثانية. إحنا قاعدين مجمعين من حد العقوبية مع قبل العصر وين نكملوا الشغلة ديالنا، نجوا لتشابولتنا مع الأصدقاء مع الأحباب لحد العقوبية ونتعاونوا على كاملين، يعني واحد يعاون الثاني، يعني ما يقد واحد يقعد والثاني يعدل الهم. ونعدلوا كيف ديال الشوضة قدامكم مسكوتها، ونعدلوا هذا البغرير وهذا الشيء كامل نعدلوه، والحمد لله وشاكر نوع على النعم اللي عطانا مولانا. الأصدقاء اللي معايا هون الحمد لله، يعني حنا جامعنا وطن واحد هو المغرب، ولكن بحكم بالمناطق مختلفة معنا الناس ديال خنيفرة، الأخ لجودان من خنيفرة، ومعايا الشيف فاس وهذا مالي بخنيفرة، يعني الحمد لله عدنا بحال الخوت، يعني تقربنا بزاف وجمعنا في هذا المكان وفي هذه الأرض الطيبة من أجل هدف واحد، هو الهدف هو الحوزة والدفاع عن أرض الوطن وعاش الملك. أشهد أن لا إله إلا الله.
تتنوع تقاليدهم وعاداتهم، ويوحدهم دين أوجب الدفاع عن الوطن، بل جعله مقدساً، يجمعهم دعاء واحد: رب اجعل هذا بلداً آمناً. أما بعد فيا أيها المؤمنون، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. بالنسبة للمهام التي أزاولها هنا فهي تتمثل فيما يلي: أولاً العمل على التوعية الدينية عن طريق الوعظ والإرشاد والخطابة والدروس، يعني المسائل كلها عن طريق أو على شكل دروس تلقى لفائدة صفوف القوات المسلحة الملكية حيثما كانوا وحيثما وجدوا، سواء داخل الثكنة هنا أو خارجها على الشريط الحدودي. فنحن ملتزمون بأن نكون قريبين جدا من إخواننا الجنود لنستمع إليهم ولننقل إليهم هذا الدين الصحيح. ثانيا العمل على ترسيخ توابت الأمة الدينية والوطنية المتمثلة في إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني، وزيد على ذلك الوحدة الترابية. ثالثا الإجابة على كل الأسئلة التي تردنا من طرف جنودنا الأشاوس، وطبيعة الحال نجيب عليها وفق المذهب المالكي. توارث المغاربة حب الوطن، وانتقل واجب الدفاع عنه عبر الأجيال. اليوم شباب حملوا المشعل ورابطوا لإتمام مسيرة آبائهم. بحكم أن الأب ديالي كان جندي سابق في القوات المسلحة الملكية، وبهذه المنطقة هذه بالذات هو اللي ربى فيه حب الوطن، وزرع فيه روح العزيمة باش نجي ندافع عليه. وحيتاش كان كيعاود ليا على السيرفيس ديالو هنايا والعشرة ديالو مع أصحابه والمغامرات ديالو، هادشي زاد حفزني باش وصلت السن المناسب. ومن باب الصدفة أنه السن أنه هذاك العام هو اللي خرج فيه، هو دخل فيه أنايا باش نحمل المشعل ديالو ونكمل المسيرة ديالو في صفوف القوات المسلحة الملكية. للتدريب والتمرين دور مهم في حياة الجندي. التكوين يتم بشكل مستمر، فالمعلومات يجب أن تظل طازجة لتطبيقها بشكل ملائم خلال عمليات التدخل. بالتوازي مع المهمة الأساسية على خطوط الدفاع تتم مهمة أخرى لا تقل أهمية، ويتعلق الأمر بإخلاء الأراضي المغربية من الألغام، فهي تشكل خطورة كبيرة على حياة الإنسان. العملية تتم بمراعاة ضوابط وقائية أساسية حماية للجندي من أي حادث أو انفجار. بشكل عام مفرزة الهندسة العسكرية كتساهم بشكل كبير في هادشي في القطاع إزالة الألغام، وكتكون الأولوية القصوى ديما عندنا هي فتح ممر كنمكنوا منه الجنود والعربات المرارة منه بشكل عام وبشكل آمن بدون تعرض لا الإصابات ولا أي حادث. وأيضا كنساعدوا اللواء بخدمات الإصلاح وخدمات البناء في هادشي في القطاع. كتتم المنادات على هاد المفرزات الهندسة العسكرية للقيام بعدة مهام، من بينها معبد الدعم العام، مهمة الدعم المباشر، مهمة دعم العرقلة، ومهمة دعم الحركة. صحة الجنود غاية ضرورية. فرق طبية مؤهلة ومتنوعة ترابط على طول الجدار الدفاعي. Notre mission consiste à procurer les soins de santé primaire dans le cadre de la consultation du jour, assurer l'évacuation sanitaire dans les situations d'urgence, que ce soit par voie aérienne ou par voie routière, et préserver le potentiel opérationnel de l'unité en renforçant les mesures de santé préventives telles que le dépistage des maladies chroniques,
la sensibilisation des militaires sur les différentes maladies infectieuses et la vaccination, surtout dans la conjoncture actuelle qui est de la COVID-19, dont vous serez témoin. جميعهم هنا لهدف وشعار واحد. مجندون وراء صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. من أجل هدف واحد هو الحوزة والدفاع عن أرض الوطن. مخلصين دائما لشعارنا الخالد الله الوطن الملك.